أحد الجرحى في محافظة كربلاء الرصاص الحي. اسمع 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 أيها العالم، اسمع حكومة الحكومة الغير أمنية كيف تقمع المتظاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا رب احفظ العراق. كربلاء تحترق، كربلاء تحترق، كربلاء تنزل. نعم علي باقين، علي وعلي باقين، علي وانا مو هم دول الله يحفظكم، الله يحفظكم.